مياه المحيط الأطلسي الدافئة تنتقل إلى محيط القطب الشمالي متسببة في ذوبان الجليد بشكل متسارع في ظاهرة تعرف باسم أتلانتيفيكيشن، إذ بيّنت دراسة جديدة أن كمية الحرارة التي تصل إلى المحيط المتجمد الشمالي وبحر الشمال عن طريق التيارات البحرية قد زادت بشكل ملحوظ على مدار عقدين من الزمن. ومن المحتمل أن يؤدي هذا التدفق في حرارة المحيط إلى ارتفاع درجة حرارة المحيط المتجمد الشمالي والاختفاء السريع للجليد البحري في القطب الشمالي. تختلف هذه الدراسة عن سابقاتها لأنها استطاعت التحديد كمية حرارة المحيط المنقولة إلى القطب الشمالي، فآخر البيانات تشير إلى أن الجليد البحري في القطب الشمالي وصل إلى ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر الماضي، واستغرق وقتاً أطول بكثير من المعتاد لبدء التجميد في الشتاء. ويقول الباحثون إن حرارة المحيط ليست العامل الوحيد في ذوبان الجليد في القطب الشمالي، فارتفاع درجات حرارة الهواء 4 مرات من المتوسط العالمي في القطب الشمالي عامل إضافي يزيد من تفاقم المشكلة.